نوابغ المبتعثين السعوديين من مختلف المجالات، نرصد لكم شريحة بسيطة منهم. المبتعث عبد الله الجواعي، طالب عدالة جنائية ومتخصص في علم الجريمة، حصل على عضوية في الجمعية الأمريكية للعدالة الجنائية عام 2015 عن طريق الترشيح، وذلك نتيجة لأبحاثه وتفوقه العلمي. المبتعث غثيان العامري حاصل على دكتوراه في مجال مناهج وطرق تدريس الصم والبكم وضعاف السمع، وحصل على عضوية منظمة الشرف فاي كابا فاي الأمريكية. المبتعث نوف الشريف حاصلة على ماجستير من جامعة كاليفورنيا لوثرن، واختارتها منظمة تيسول أند كومبوزيشن لكتابة وتدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها.